اوكي، هذا الموضوع كتير كتير مهم، الجواب لحلا ولا اي حدا بتسأل عن الموضوع. هلا باد فور يونيز عمالها بتحكي لي انه التمرين مش كويس الركب اللي هو تمرين الدرج، وهذا في ناس كتير عندها نفس المشكلة اللي هي انه التمرين وجع لهم ركبهم. ليش؟ بدنا نرجع للسبب، ليش الواحد وجع ركبه. طبعا بعديها ردت عملت لي، لما جاوبتها قالت لي هذا لإلك مش لكل الناس الطبيعيين، انا مش سوبرمان ومش بني ادم غير عن الناس الطبيعيين، انا زي الباقي، وكان عندي اصابات، وعندي اصابه بمفصل الحوض، وعندي اصابه بركبتي كانت. فالموضوع هو انه كيف الواحد يتعامل مع جسمه. جسم البني ادم قادر على انه يعمل اشياء كثيره، واشياء ما بتستوعبيها او ما حدا بيستوعبها انه بالوضع الطبيعي ممكن يعملها، بس بده يتعامل مع جسمه، بده يعرف كيف يتعامل مع جسمه. هلا من الاسباب اللي بيصير فيها وجع الركب اللي هي انه عضلات الجلوتس اللي هي عضلات المؤخره خلينا نحكي مش شغالة صح، وخصوصا العضلة العلوية بالنص اللي هي جلوتس ميديوس. هاي إذا مش شغالة بصير الضغط، بصير الركبة تدخل لجوة. لما الركبة بتدخل لجوة معناها إنه كل الضغط عليها، ومش بس هذا التمرين بصير سيء لإلها، السكوات كمان رح يصير فيه صعوبة وفيه وجع، الديدليفت رح يكون فيه وجع، القعدة والوقفة على الكنباية رح يكون فيها وجع إذا كانت هاي العضلة مثلا مش شغالة. العضلات المحيطة اللي هي عضلات الكوادز إذا كانت ضعيفة برضو رح تعمل مشكلة. إذا البطة كانت بتشادة بيصير بدها رخي، وإذا الأنكل كان برضو شادد وما في موبيليتي، يعني ما في مرونة كافية في مفصل العضلات اللي حول القدم، برضو هذا نفس الشيء راح يعمل مشكلة. فالواحد كيف انه يتعامل معه وكيف انه يشتغل على هذا الموضوع، بدك تعمل على انك تعمل اكتيفيشن لعضلات الجلوتس، تقوي عضلات الرجلين، تقوي عضلات الكوادز، تقوي عضلات البطات الكافز، وبنفس الوقت ترخيهم. وهيك بصير بعدين بامكانك تعملي هذا التمرين واي تمرين تاني. وانا عندي كلاينتس يجوني، وأول ما إجوا ما كانوش أصلاً عارفين يمشوا صح، مش إنه بس بتعرفش تطلع درج. وأول امبارح اشتغلنا على هذا الموضوع شهرين ثلاثة، يعني مش إنه من تاني يوم هتطلع على الدرج وما يكونش الموضوع يكون الموضوع سهل. واشتغلنا شهرين ثلاثة بعد ما قوينا وزبطنا كل شيء. هلأ بتعمل كل يوم 20 دقيقة على الدرج عادي وعمرها 50 سنة.